السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا حضرية الشيخ، أنا يعني ملتزمة من زمان جدا، بقالي حوالي 22 سنة وبحب الصيام جدا، فربنا سبحانه وتعالى وفقني لفضيلة التواصل. فبسأل حضرتك، يعني التواصل لو أنا وصلت مثلا يومين مع بعض الصيام، هل ده في نهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مع اني انا يعني اقول لحضرتك ان انا طبيبه، وان ده بيفيدني جدا صحيا في جسمي، يعني بيفيدني من امراض كثيره. وبعدين سالت في الحرم قال لي في نهي، فانا بصراحه من ساعه ما بطلت وانا متضايقه جدا. النهي نهي تنزيه، واذا اردت ان تواصلي فواصلي الى السحر. قال رسول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا إنك تواصل يا رسول الله؟ قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. فاتبع هدي محمد عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. أما عن التحريم القطعي فليس تحريما قطعيا للوصال، إنما كراهية. وكان من الصحابة من يواصل كابن الزبير، لكن الزمي أكمل الهدي وأتم الهدي، هدي محمد عليه الصلاة والسلام. وقد قال: من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، والله أعلم. السلام.